السلام عليكم. بس حدا هلا انسو، يخبرني إذا وعليك السلام انسو. يا ميت هلا طلعت الصورة عندكم يا حلوين. يا انسو إيه طلع انسو الهدف طلع الثاني اشرح النظام راح. الجديد. يلا بسم الله. المرة الماضية كنا هيك بصدد الحديث عن مكونات النظام البيئي، مكونات النظام البيئي. مين بحب يشارك معنا؟ لا أنا أنا صراحة ما عم شوف المشاركات، لذلك أستاذ فراس حضرتك معنا بالاجتماع. إيه معكم أنا، تفضلي ريم، تفضلي ريم. شكرا لك أستاذ، ساعدني بس الله يكرمك. موجود معك، موجود. يلا الله يكرمك، تفضلي يا ريم. يلا يا رمز تفضلي. هي الأحياء المنتجة والأحياء المستهلكة حلو والكائنات وشو؟ الفقيرة. حلو ممتاز، أحسنتي يا ريم. إذا قلتي لي إنه من مكونات النظام البيئي هنن 3 مكونات أساسية. طيب قلتي لي إنه في منتجات وفي مستهلكات وفي مفككات، مو؟ طيب هدول الثلاثة، هدول الثلاثة شو بنسميهم؟ مكونات شو؟ أنسي مكونات البيئة، إيه مكونات فهمت عليكي صح، هي مكون، لكن هنن بيندرجوا تحت إطار إنه هن مكونات شو؟ في كلمة كتير حلوة وأساسية. أحسنت مكونات حية أنثى، أحسنت أحسنت، رائع جدا يا ريم. إذن نحن في عنا مكونات حية هي المستهلكات والمنتجات والمفككات، برافو. طيب صبية تانية تخبرني عن المكونات غير الحية لو سمحتوا. يلا يا نور، نور الحسين. أنسي الضوء والحرارة والماء برافو والتربة والهواء. ما شاء الله، أحسنتي أحسنتي يا نور، وشكرا، كأنه مشاركتك الأولى معنا، الله يعطيك العافية. أحسنتم إذن أصدقائي، معناها هذه مكونات النظام البيئي. حكينا أنه في عنا مكونات حية ومكونات غير حية، حكينا عن الأحياء المنتجة والمستهلكة والمفككات، وحكينا عن المكونات غير الحية وقلنا أنه هن تقريبا 5 مكونات، برافو. بعدين حكينا بالتفصيل عن الأحياء المنتجة وقلنا إنه هي قادرة على أن تصنع غذاء بذاتها، وهي ذاتية التغذية والطاقة كلها بتطلع من عندها، وهي أكبر كمية من الطاقة موجودة عندها. بتقوم بعملية التركيب الضوئي كل النباتات الخضراء والطحالب والعوالق. وبعدين حكينا عن الأحياء المستهلكة اللي بتعتمد على غيرها، بتعتمد على ذاتيات التغذية، لأنه هي أصلا غير ذاتية التغذية، فبتروح لعن ذاتيات التغذية اللي هن النباتات وبتبلش من عندهم، ما بتصنع غذاء بنفسها وبتعتمد على غيرها بالحصول على المواد العضوية. تمام، تذكروا هالصورة، تذكروا كيف حكينا إنه الإنسان بيعتمد على غيره، بيعتمد على الحيوانات بياكلها، بيعتمد على النباتات وبياكلها، فهو مزدوج التغذية. مثلا عندكم هذا الأسد، لا هو ما له مزدوج التغذية، يعني ما بيوم من الأيام بيشوف الأسد عم ياكل حشيش، لا هو من آكلات اللحوم. تمام، بيجي بياكل مثلا هي الماعز أو هذا الخروف اللي هو، تمام، هاد بيموت والإنسان بيموت والجثث بتموت، حتى أوراق النباتات شو بتعمل؟ بتموت. مين يلي بتولى الموضوع؟ مين بيحب يجاوبني لما كل شيء أنا بيموت؟ أنتي أنا تفضلي يلي حكت أنسي. تفضل غزالة. أنسي هي المفككات، أنسي هن أحسنتي أحسنتي، هالكلمة كتير حلوة. إذا لما كل الحيوانات أو الإنسان أو حتى النباتات بيتحولوا لبقايا، بيتحولوا لكائنات ميتة، بتجي المفككات وبتتولى العملية وبتحولهم من مواد عضوية لمواد غير عضوية. أحسنتي. بعدين رحنا صنفنا الأحياء المستهلكة وقلنا إنه هي إما مستهلكات أولية أو ثانوية أو ثالثية، وقلنا إذا مستهلك أولي يعني هو اللي ببلش أول شيء بإنه ياكل خضار، تمام، بياكل نباتات، تمام، مثل هالجرادة. إجا الضفدع أكلها صار اسمه مستهلك ثانوي، إجت الأفعى أكلت الضفدع صار اسمه مستهلك ثالثي، وهكذا. وعلى فكرة ممكن تتدرج يعني رابعي وخامسي حسب تدرج بالسلسلة الغذائية. بعدين حكينا عن الأحياء المفككة، ومثل ما قالت غزالة إنه هي اللي بتفكك الجثث وبتحول المواد أو بقايا الكائنات الحية من مواد عضوية لمواد بسيطة لا عضوية، تمام، وبتتحرر منها الطاقة. تتذكروا القصة اللي حكيت لكم إياها المرة الماضية؟ متذكرينها؟ إيه أنسي، نعم.
وقفنا عند هالقصة الحلوة وقلنا نحن عم نحكي عن كمية الطاقة، كرة الطاقة مثل ما تخيلناها، قلنا بتبلش من الشمس وبتطلع هيك 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 وإجباري رح ترجع للتربة. مجرد ما رجعت للتربة مين بتولى المهمة؟ تجي هالمفككات وبتتولى المهمة لتحرر الطاقة من هالجثث وترد ترجعها للتربة على شكل مواد لا عضوية، لا عضوية ممكن النبات يمتصها ويرد يرجع بعمليات التركيب الضوئي يحولها لغذاء مرة تانية، وبترد بترجع الأحياء بتتغذى عليها وهكذا. تمام؟ في شيء إن شاء الله بالصف العاشر إذا كملتوا رح تدرسوه اسمه دورات العناصر. شو يعني دورات العناصر؟ قلت لكم المرة الماضية إنه في عناصر لا عضوية، يعني هي عناصر هيك لحالة، كل واحد لحاله، إذا اجتمعوا مع بعضهم بيصيروا عضوية. منها الكربون، منها الكربون هو مكون أساسي من مكونات البشر ومكونات النباتات، هو مكون عضوي مهم جداً الكربون. هذا الكربون بنحكي عن دورته، شو يعني عن دورته؟ يعني على اللفة اللي بيبلشها من النبات للي بيأكله، وبعدين هيك 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 بينتقل لقرشة. مجرد ما رجع على التربة وإجت المفككات حولت الكربون من الشكل العضوي للشكل اللا عضوي، بيجي النبات وبيمتص الكربون مرة أخرى من من التربة، وبتجي الشمس بيقوموا بعملية التركيب الضوئي بيتحول الكربون لأي نوع من أنواع الغذاء. على فكرة الكربون بيدخل بكل الأنواع، بيدخل بالفيتامينات، بيدخل بالبروتينات، بيدخل بالنشويات. تمام؟ بيجوا برد بنرجع ناكله من أول وجديد. تمام؟ الأمور تمام لهون؟ هلأ رح بلش يلا رح بلش بأول سؤال. مين بيحب يشاركني؟ وياريت كمان أصدقائنا الشباب يشاركوا معنا. يلا يا محمد، محمد الشيخ تفضل يا محمد. ايه استاذ جاهز. اهلا يلا. شكرا لمشاركتك الدائمة محمد، انا بحييك على طول ما شاء الله ترفع لك وشارك معنا. يلا خذ هالسؤال لنشوف. بسم الله، تبدأ السلسلة الغذائية ب كلمة واحدة. نباتات. حلو ممتاز. طيب عطيني اسمها العلمي للنباتات، شو اسمها؟ المنتجات. أحسنت، رائع جدا، شكرا كثير لإجابتك، إجابتك صحيحة، برافو عليك يا محمد. طيب يلا سؤال ثاني. يلا يا أمية. أمية هذا سؤالك يا أمية، تفضل. أي الكائنات التالية تعتبر من المفككات؟ شوفي لي هالكائنات: الطحالب والعوالق، الفطريات والجراثيم، أم الفئران والأرانب؟ مين من هدول الثنائيات نعتبرها مفككات؟ أمية. الفطريات والجراثيم. أحسنتي، رائع جدا، أحسنتي. الفطريات والجراثيم. الفطريات والجراثيم اللي نحن بنعتبرها من المفككات. أمية شاركتنا بآخر جواب وقالت إنه المفككات هي صحيح، الفطريات والجراثيم. طيب يلا سؤال تاني، مين بيحب يشاركنا؟ أنا اليوم ما شارك. مين؟ عبد القادر؟ لا أنا. اسمك بس؟ حسين. أنا محمد. محمد. محمود الترب. محمود الترب. وين محمود؟ طيب يلا يا محمود. نعم استاذ. يلا استاذ. يلا بسم الله. صنف هذه المكونات الى حيه وغير حيه. انا بعطيك المكون وانت بتقلي حي او غير حي. تمام؟ يلا. نعم. الضوء مكونات حيه ام غير حيه؟ الضوء اسي غير حي. احسنت. الماء اسي غير حي. احسنت. نباتات حي. رائع. فطريات حي. أحسن. مستهلكات. المستهلكات أسي غير حي. المستهلكات. بتعرف أنه واحدة من المستهلكات؟ لا خلوه عم يجاوب وما شاء الله ماشي تمام. بتعرف أنه أنت تعتبر إنسان مستهلك، يعني بتاكل نباتات وبتاكل حيوانات وهيك، تعتبر حالك غير حي؟ أسي لا حي. برافو. إذن المستهلكات
حي. مكونات حي. أحسن. طيب حي. الحرارة أسي الحرارة غير حي. أحسن، رائع جدا، شكرا لمشاركتك. يلا لازم على طول تضلك معنا وتشارك معنا، هي أول مرة أنت بتشارك، وأحسنت، الإجابة كانت جيدة.